ازيكم يا جماعه؟ دلوقتي هعلمكم ازاي نرسم سنايبر. الاول احنا بنبدا من هنا كده من الحته اللي ورا ونرسمها ونكمل لقدام هنا كده ونرسم السنايبر، وبعدين نعمل التشكيلات الحاجات من بره، وبعدين نبدا نعملها من جوه كده زي الحاجات دي وهنا برضو. ولو عايزين تعملوا برضو الطلقات وده المنظار بتاع اللي في السنايبر. وكده نكون خلصنا السنايبر، بس نعمل له شوية تعديلات بقى وكده، وتظبطوا الخطوط اللي انتوا عاملينها وكده، وخلاص تكونوا عملتوا سنايبر. بصوا